واجد بعض اخواننا المدخنين بقول انا اذا بترك الدخان ما بتحمل العوج، ما بصبر اذا تعرضت لموقف او كذا بفش شغلي، فانا مشان ما اقع في اخطاء مع الناس رجعت للتدخين. لا، هذه ليست حجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كل مسكر ومفتر. مدام انك تقر ان الدخان يفتر فهو من المحرمات التي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا خلينا نيجي لمسألة ان هذه عادة اكثر من كونها يعني خلينا نقول ادمان. الامام ابن القيم بقول كل عادة يتعود عليها الانسان يصعب عليه ان يتخلى عنها. كل عادة يتعود عليها الانسان يصعب عليه ان يتخلى